بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده كلام في الطب. كل مره كلامنا بيكون جديد، بس المره دي كلام جديد ومهم. اول مره في القنوات الفضائيه من المفترض ان احنا نحط على الحلقه دي بلس 18، انها حلقه السعاده الزوجيه. بيوتنا كلها مشاكل وكلها فرح، بس المشاكل بتكتر وليها سبب. أحد أسباب المشاكل هي العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية دي من الحاجات المهمة جدا في حياتنا، لكن تدار بالطريق الخطأ. أي حاجة خطأ أو عيب فينا بنحاول نرميه على غيرنا. طيب حلقة النهاردة لازم تتابعوها، خلي بالكم مهمة جدا، إزاي نوصل بالسعادة في العلاقة الزوجية مع الأستاذ الدكتور محمد بكري أحد الخبراء في طب الاعشاب. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بيك دكتور محمد، حضرتك بتنورنا وتشرفنا. ربنا يبارك فيك. اتكلمنا عن المسكوت عنه كتير جدا، فكفايه المسكوت عنه. عايزين ما يسمى السعاده الزوجيه. ازاي يصل الزوج والزوجه لمرحله من المتعه في العلاقه الزوجيه؟ ان بيحصل نفور كتير ما بين الطرفين بسبب هذه العلاقه. لو الراجل هو اللي عنده العيب بيحاول يدور على بديل خارجي، حاشا لله يعني، ربنا يعفينا. والزوجة ما بتقدرش تتكلم او تقول ايه اللي عندها، ولو هو شايف ان في مشكلة في زوجته ما بيقدرش يقول لها ايه المشكلة، او مش بيبقاش عارف حتى يوصل لها ازاي المشكلة دي. وكذلك الزوجة، لو انا جيت قلت لحضرتك الراجل عنده ايه والسيدة ايه، انا هسيب لحضرتك الكلام ده ونبدا ان شاء الله نتناقش للساده المشاهدين عشان نوصل للسعاده الزوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي برضو تدخل تحت فقره او تحت عنوان المسكوت عنه. تمام. يعني برضو هي سعاده زوجيه أكيد. لكن هي برضو تدخل تحت عنوان المسكوت عنه. احنا قلنا سبب فشل العلاقه الجنسيه كلها عامه لو قسمناها ما بين الراجل والمراه، قلنا الراجل اللي عنده 3 4 مشاكل، سواء ضعف جنسي او ضعف انتصاب او سرعه قذف، او قلنا بعد كده ال لما جينا بقى في الشق الثاني عند الفيميل بنقول في اكتر من مشكله، وفي اكتر من وفي اكتر من سبب. بنقول احنا الراجل قلنا تسرب وريدي، تسرب وريدي، ضعف انتصاب، سرقة قذف. بنيجي عند الشق الثاني عند السيدة، ما تكلمناش احنا على السيدات. بس دي برضو بيعتمد عليها، بيعتمد على نجاح اتمام العمليه الجنسيه بالنسبه للست جزء كبير جدا، بل ممكن صحيح. بل ممكن نقول الجزء الاكبر او الجزء الاهم. بس ده مش بدون انت حضرتك ما بتتحملش عليها، يعني ده مش يعني انت مش بتتكلم في صالح الرجال ضد السيدات خالص. هو عليها. يعني الطب والعلم بيقول ان السيده ليها دور كبير في كده، بل دور اساسي. تمام. خلينا نقول ان المشاكل اللي بيمر بيها الراجل سواء من سرعه قذف او ضعف انتصاب احيانا بيكون سببها مشاكل جنسيه عند الست. تمام. احيانا بيكون سببها مشاكل جنسيه عند الست. خلينا نقول ان لو في مثلا انا يعني قابلنا مثلا سيده مصابه بفتور جنسي، بس ما عندها انعدام رغبه مثلا. انعدام رغبه. عندها انعدام الرغبه ده بيؤدي للفتور الجنسي. كارهه الموضوع. مش بتحب. انعدام الرغبه ده ايه تاثيره السلبي على الراجل؟ تمام. كل المشاكل الجنسيه اللي عند الراجل تؤدي لضعف انتصاب، تؤدي لسرعه قذف. ليه؟ انا الشهوه المكبوته او المجموحه، الجماح الشهوه عند الراجل بيعمل عندي مشكله في احتقان في البروستاتا. وانس انا عندي حصل احتقان في البروستاتا ده بيحصل عندي بقى كل المشاكل اللي نقابلها عند الذكوره. تمام. سواء ضعف انتصاب او سرعه قذف او يؤدي في الاخر الى تاخر حمل، تاخر انجاب. وده اللي بنقابله في المشكله اللي بتجمع ما بين الاثنين، ما بين الراجل والست. عشان كده في 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 النهارده في 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 العيادات الكبيره في الدول الغرب في امريكا والمانيا وكده. تمام. بيحطوا وانت داخل من على الباب كده دكتور طبيب نفسي قبل ما تدخل على المختص بتاع النساء او بتاع الذكوره او الجراح وكده، بيحط طبيب نفسي. ده ايه وظيفته الدكتور النفسي ده؟ وظيفته ان هو بيجيب الاثنين وبيركز على الفيميل قوي، بيركز على الست قوي عشان يسمع منها، لان المشكله دي مشكله خاصه بالست دي بتبقى نفسيه رقم واحد. كويس. السبب فيها نفسي رقم واحد. تمام. موضوع النفسي ده بيجي بقى يسبب لي، يحط لي اثر على الهرمونات. تمام. سواء البرولاكتين او الاستروجين او الهوموستستيرون او المشاكل دي كلها، 3 هرمونات دول بيسبب لي مشاكل فيهم. تمام.
بس عند الفيميل. فاحنا بنقدر بيشتغل الطبيب النفسي الاول وبعد كده بيخش الدكتور اللي هو هيشتغل موضعي بقى، بنشوف الاسباب ايه، اسباب الفطور ايه، احنا قلنا نفسي الاول بعد كده نشتغل موضعي، موضعي ده بنشوف الاكل اخباره ايه، الاكل اللي داخل اخباره ايه، العوامل الماديه، لان برضو الاكل العوامل الماديه اللي بتؤدي لضعف مثلا الاكل او مفيش بروتين معين او غذاء معينه، ده ليه مشاكل كتيره جدا. عدم ممارسه الرياضه ده مشاكل، ده بيسبب مشاكل جدا. احنا بنقول في 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 مجال العمليه الجنسيه بنقول مثلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقدموا لانفسكم نسوكم حرصوا لكم فاتوا حرصكم ان نشئتم وقدموا لانفسكم. قدموا لانفسكم دي بيحصل بعد كده بيعمل عندي بيحصل عندي عمليه تليين للمهبل او بالبلدي كده تزييت للمهبل. طيب في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تاتوا نسائكم عليه الصلاه والسلام لا تاتوا نسائكم كالبعير ولكن اجعلوا بينكم وبينهم رسول البعير يعني وقدموا لانفسكم دي سوره ايه سوره النساء دي يعني سبحان الله ربنا من 1400 سنه وكسور كلام في دي اللي هي المقدمات اللي هي المداعبه النهارده بنسميها المداعبه كويس دي بتعمل المهبل عندي بيعمل بيبقى مهيئ للعمليه الجنسيه تمام بيحصل بيفرز لي سائل الترطيب تمام الافرازات دي هي سائل الترطيب دون بيجعل المراه او السيده مستعده مهيئه للعمليه دي كويس الامر ده. وبرده تهيئ المراه للموضوع دون بيدي عندك قوه جنسيه للراجل سبحان الله بيدي عندك قوه جنسيه للراجل بيبقى الامر نفسي قوي في المشكله دي في الموضوع ده تمام. يبقى اول حاجه الفطور عند السيدات بيخليها تكره او يخلي الرجل كمان يحصل له مشاكل جنسيه. طب الفطور ده حضرتك قلت يا نفسي يا عضوي. النفسي هو نفسي وعضوي لكن احنا بنبدا نفسي الاول هو لازم يكون عضوي طيب. بس هو بيبدا نفسي الاول عشان كده احنا جينا لما جينا نشتغل عليه ماشي لما جينا نشتغل عليه عملنا له حاجات عضويه تمام لما جينا نشتغل نعمله هنبدا بقى نعالج احنا بنقول امور نفسيه كويس بس وهنقول ازاي تعالج نفسي لكن اهم حاجه ليها سبب عضوي. طيب السبب العضوي حضرتك عليك ازاي؟ احنا عملنا حاجه برضه تشتغل نفسي عملنا حاجه تشتغل نفسي تمام احنا عاملين احنا سبب فشل العلاقه الجنسيه ايه؟ احنا قلنا الولاده الطبيعيه لما الفيميل او البنت تيجي مثلا يحصل عندها اول حمل ولاده طبيعيه بيحصل عندها عمليه اتساع في المهبل شويه اتساع في المهبل او في الجزء السفلي من عند الست فده بيسبب عمليه فطور او عمليه فشل للعلاقه الجنسيه. كويس الراجل برده محتاج اللي قدامه الدنيا تكون مظبوطه شويه الدنيا تكون ضيقه الدنيا تكون مهيئه شويه عشان يبدا يحس بمتعه نتيجه الانجاب مره واثنين وثلاثه الانجاب احنا قلنا الانجاب قلنا ممارسه الرياضه خطا تمام قلنا ال- 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 الكعب العالي اللي هو بيبقى في الاحذيه وكده برده بيسبب عندي مشاكل في موضوع المهبل فاحنا بدانا قبل ما بنعالج البرود الجنسي بنعالج الجزئيه دي الاول لان هي اللي بتسبب البرود الجنسي لما يحصل عندي فطور من عند الراجل او كره من الموضوع ده فاحنا فبيبقى في فطور في العلاقه الجنسيه فاحنا بدانا نعالج الجزئيه دي الاول موضوع تضييق المهبل ده الاول وبصوره طبيعيه جدا بدون جراحه بدون خياطه بدون الكلام ده من حاجه مميزه جدا عملنا ما هو التضييق بتضطر ان انت تروح تعمل جراحه فخياطه فتكلفه او يعمل ما يسمى بالليزر والكلام ده والليزر طبعا في ابحاث اتعملت عليه في جامعه كاليفورنيا ان هو بيسبب عقم يا ساتر يا رب والابحاث موجوده يعني على الانترنت بنقول ان احنا عملنا الكريم المهبلي دون في ميزتين بفضل الله الميزه الاولى ان هو بيعمل عمليه تضييق طبيعيه جدا زائد ان هو بيشتغل كمان زي معطر للمنطقه دي تمام ومرطب ليها كويس بس وبيعالج اي التهابات فيها سواء عندي بقى التهابات اللي موجوده في مجرى البول او او او, أو موجوده في المهبل دين دي كل دكاتره الناس عارفين ان هي بتمنع حمل لان هي بتعوق السائل المنوي في في, في مروره في قناه فالوب فاحنا بفضل الله عاملين الدهان ده هو موجود قدام عاملينه برضه بيعالج اكتر من حاجه بيعالج الدهان ده دهان موضعي بيأدي نفس الغرض كما لو كان عملت عمليه تضييق بالظبط قبل الجماع بكام لا هو بيشتغل هو ملوش علاقه بالجماع هو بيشتغل احنا ده حضرتك علاج احنا بنعالج الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك يا دكتور بندهنه ليليا قبل النوم تمام. بندهن بنشف المنطقه مكان دافي ميه دافيه كان بنشف كويس بحاجه صوف وكده بندهن في المنطقه يوميا بالليل او يوم ويوم بس بعد 10 ايام او 10 استعمالات بنلاقي نتائج كويس. هائله جدا ده برضو الافرازات في بعض السيدات احنا قلنا بقى فضل الافرازات كثيره قلنا بنعالج بيه الالتهابات تمام بنعالج بيه الالتهابات يعني الافرازات دي نتيجه التهابات ايوه اللي هي بتعوق السائل المنوي اللي هي بتسبب عندي تشوهات في السائل المنوي وهو داخل قناه فالوب فبيحصل عندي عدم انجاب كويس
بس قلنا كمان ان هو بيشتغل زي الـ 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 زي معطر او مرطب للمنطقه السفليه كلها. حيل معطر كويس جدا ويدي ريحه كويسه جدا. احنا عاملين برضو فيه ريحه فواكه كده كويسه بيدي برضو انتعاش للمنطقه كلها. كويس. طيب بعد فتره كام يحس الزوج اللي هو كاره العمليه الجنسيه نتيجه الاتساع المهبل نتيجه حمل نتيجه بعد فتره كام يبدا يشعر بتحسن في العلاقه؟ بكتير قوي شهر، مش قبل شهر. يعني احنا بنحس بنبدا نحس بالنتيجه خلال اسبوعين ثلاثه، لكن بنحس بالنتيجه مرضيه. تمام. او الـ 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 البنوله تحس ان هي رجعت تاني كانها لسه متجوزه من شهر او كده. ان شاء الله مش بعد شهر يعني. كتير كويس. بالاستعمال يومي مساء؟ استعمال يومي. طب هل عفوا يا دكتور بيبقى في عندنا انواع من نوع من انواع الخجل؟ انا هتكسف اقول لزوجي ان دي انا جبت الحاجه دي، يعني هل من المفترض ان انا اقول يعني هي الزوج تقول لزوجها؟ احنا قلنا في حلقه المسكوت عنه قلنا ان السكوت او الخجل ما بين الزوجين هو اللي بيؤدي لفشل العلاقه الجنسيه. تمام. بس زي مثلا زوجه مش حاسه بالاستمتاع، مش حاسه ان هي ان هو في 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 رضا من الـ من الـ من, الـ من الشخص اللي قدامها. بيحصل مصيبتين عندي، عفوا هسميهم مصيبتين. اولا الفطور والبرود الجنسي. تمام. عند الست. تاني حاجه والعياذ بالله لو مفيش ايمان او مفيش حياء في المسيطر على الاسره دي بيحصل عندي كل واحد بيشوف طريقه. طيب كل واحد بيشوف طريقه فبتبدا هنا باظ البيت. باظ البيت. يبقى هي كمان هي هتقول هتفترض ان في حصل اتساع نتيجه انجاب اكتر من مره او ايا كان، ففي الاخر بنبدا تقول ايه زي ما الزوج بيقول انا مش مستمتع ومحتاج ادمان تدريجي، ده هي بتقول له انا برضو الوضع الفلاني بيعجبني، انا الطريقه الفلانيه انا ما بيعجبنيش ان مفيش مقدمات. لازم قلنا الصراحه اللي ما بين الاثنين دي هي دي اللي بتفرق، هي دي اللي بتنجح العمليه، هي دي بتنجح الحياه عامه. احنا قلنا لو حتى البيت ده الظروف الماديه فيه ضايعه بس الامر ده احنا قادرين متغلبين عنه بمشاكله، الدنيا بتمشي كويس جدا، الامور النفسيه بتمشي كويس جدا، والاولاد بتبقى الدنيا صالحه جدا. بس طيب حضرتك اتكلمت دلوقتي على اتساع المهبل نتيجه انجاب او قدرنا نعالجه بالكريم اللي موجود عند موجود دلوقتي معانا. طيب قلت كلمه حلوه البرود الجنسي، طب هل ده هيعالج؟ طب ما هي نفسها الشخصيه نفسها السيده عندها ما يسمى بالبرود الجنسي، هل ده حضرتك ايه اللي انت عملته عشان تقدر تعالج البرود الجنسي؟ عفوا احنا في الزمن في النت والانترنت وكل الرجال او كل الشباب قبل الزواج تبدا تتفرج وتشوف او تسمع، يعني حتى السمع احنا مش منغلقين او احنا قاعدين لوحدنا، فالحاجات المؤثرات الخارجيه دي بتاثر على كل واحد، فيجي يشوف الحاجات دي كلها يقول لك لا انا زوجتي عندها برود، انا مش حاسس معاها ان هي عندها نشوه عندها قدره عندها عايزه تستمتع او عايزه تمتعني، لا هي مالهاش دعوه، كما لو كان اداء او وظيفه. اولا نبه بس الجزئيه ان مفيش بنت او مفيش واحده ست بتولد عندها برود. البرود ده ناتج عن عوامل معينه بتمر بيها الست. طيب. عشان كده احنا بنقول احنا بنعالج العوامل دي، بنعالج الاسباب. حضرتك بتقول لي تستعمل قبل العلاقه، لا هي مش قبل العلاقه. احنا قبل العلاقه دي يبقى احنا يبقى زي برشامه فياجرا بياخدها الزوج عشان يؤدي عمليه. احنا بنعالج في اي منتج بننزله، بدايه من العسل لما جينا نزلناه بنعالج بيه ضعف انتصاب، بنعالج القصف، بنعالج تصلب بريدي، بنعالج عقم، الشغل بتاع الحريم ده برده بنعالج بيه المشاكل عند الحريم، بنعالج مش بنسكن، بنسكن دي نقط في بيوتنا، احنا بنعالج مشاكل، بنزيل مشاكل. تمام. باي منتج فضل بننزله او باي حاجه نيجي نقعد في المكان ده ونعرضها. تمام. دي حاجه، الحاجه الثانيه احنا قلنا المشكله في الاول نفسيه. مشكلة الـ 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 السيدة الفطور نفسي. في فرق بين الفطور والبرود. والبرود. تمام. الفطور هو كره العلاقة عامة. وده بيؤدي الكره الشخصية نفسها. صح. بس الفطور. لكن البرود هي متجاوبة. لكن هي ما فيش استمتاع. بس فبيعني ايه عايزه تخلص من الامر ده بسرعه. تمام. ده بيؤدي لفطور عند الراجل، لمشاكل عند الراجل. يعكس بقى. تمام. نفسي اولا ثم احتقان بروستاتا. احتقان بروستاتا يعني ايه بقى؟ يعني ضعف انتصاب، يعني سرعه قصف، يعني احنا قلنا لما جينا اتكلمنا قبل كده قلنا ان هي دايره. صح. البروستاتا فيها مشكله دايرة. بتسبب كذا يسبب وبتسبب لي وبتبدا تسبب لي مشاكل عند الطرف الثاني. لو المشكله بدات من عند الراجل فلازم هتشارك فيها الست بعد كده. لو المشكله بدات من عند الست بيجي الراجل بعد كده يبقى له دور بعدها في المرض نفسه. تمام. طيب الـ البرود حضرتك
عملتي ايه علشان نتلافى عيوب احنا دلوقتي بنتكلم في جزئيه السيدات عشان اللي لسه بيتفرج على الحلقه هيبقى في جزئيه للرجال. عملتي ايه في مشكله احنا عملنا نقط طبيعيه، تمام. نقط من خلاصه زيوت طبيعيه، من خلاصه اعشاب طبيعيه متجربه، عملنا لها ابحاث بره وابحاث جوه بفضل الله، وخدنا بيها موافقه من وزاره الصحه، وواخده الايزو من ثلاث سنين بفضل الله، واخده ايزو 9001 شغالين بقى 3 سنين. عملنا نقط، اول حاجه هي نقط مهيئه نفسيا، بس تاني حاجه هي نقط مرطبه، طبعا هي بتستخدم عن طريق الفم بس هي شغلها كله بتبدا الاول على العامل النفسي، ثانيا هي مرطبه للجزئيه السفليه كلها كويس، سواء مهبل او سواء قناه فالوب. ده النقط دي برضو زي الدهان موضعي؟ لا، النقط دي بتتاخد، لا النقط دي بتتشرب على ميه، على عصير، على على حاجه ساقعه او حاجه او على كوبايه ميه صغيره كده بتاخد، وبعدها بنص ساعه بيحصل عندي تهيئه للمهبل، بيحصل تهيئه نفسيه للزوجه، بيحصل عندي بعد كده نام عليها عمليه جنسيه ناجحه. تمام، يبقى السيده حضرتك عالجت الحاجتين اللي بيسببوا الفتور في العلاقه الجنسيه، اتساع المهبل عن طريق دهان موضعي بيوصل اتساع، وبيعالج برضه لو في التهابات الافرازات مش على أكتر كل المشاكل يعني اللي بتاذي الرجل في حاله اتساع المهبل. تمام. دهان موضعي. تاني حاجه البرود الجنسي حضرتك عالجته عملنا له نقط طبيعيه، النقط دي قلت لي حاجتين بتحسن هرمونات السيده الجنسيه، والاستروجين والبرولاكتين والاستروجين، بتعالج الدنيا دي كلها، هايل، بتهيئ نفسي الامر، بتهيئ نفسي، بتبدا تهيئ للدنيا الموضوع. النقط دي قبل العلاقه الزوجيه الجنسيه بنص ساعه. تمام، بنص ساعه. ودي علاج برضو مش تسكين ومش مهيئه بس احنا دلوقتي بتوصل للمرحله ان شاء الله مرحله الخلاص. طيب. بالظبط. السيدة بدأنا بيها علشان هما اللي شايلين هموم البيوت وشايلين همومنا كلها، وهم الحاجة برضه. ايه؟ ورجالة برضه. الرجالة؟ الست متحيز كده يعني؟ لا خالص يعني. والله لا لا خالص. الست يعني كائن ضعيف بيحتاج اللي ايه اللي يعني بيهتم بيه، الراجل بيهتم بحياته وبدنيته أو شغله أكتر من اهتمامه بزوجته. هو بيحاول يوصل لها، ودي من المشاكل اللي موجودة عندنا، حاجة واحدة بس، انت أداة للاستمتاع الجنسي، أنا دور إن أنا أروح كل يوم أشتغل وأجيب فلوس وأجي جنسيا، لكن فين الحوار ما بين الأسرة؟ فين الحاجات دي؟ إحنا مش يعني في معظم البيوت ما بيشوفوهاش، فدي بتسبب مشاكل كتير قوي يا دكتور. يعني من المفترض إن الراجل زي ما بيشيل هموم الرزق ايضا يشيل هموم السيده، يشيل هموم البيت، هو اللي يبدا الكلام. عمر ما الوطن العربي هنلاقي فيه الست او السيده هي اللي هتتكلم في الموضوع ده، من المفترض ان الراجل هو اللي يبدا ويقول انا شايف كذا وحاسس بكذا وحاسس بكذا، مش عيب، ومش معنى كده ان هو هيكره او ان انا زي الاخر اللي اتكلمت فيها دي، هي مش عيب، انت قفلت الحوار او الحديث بكلمه مش عيب، بس مش عيب ايه؟ مش عيب ان الست تبدا مش الحوار ده، ده حلالها، ده لازم، ايه المشكله؟ ما هي عندهم حياء، مش خجل، لا ما هو الحياء ده هو اللي بيودي في داهيه بقى، من العادات، هو ده الثقافات بتاعتنا كده. احنا شفنا الست اللي كانت بتوصي بنتها، بتوصي بنتها كوني كوني كالغانيه، بالظبط، ده احنا كنا بندرسها، ايوه، اللي ما قالتلهاش لا ولا لا يشم منك الا اطيب الريح، لا كده، الله لا لازم لا يرى منك منكرا، ما يشوفش اي حاجه تضايقه، ايوه لازم كسر الخجل ده هو اللي هيبدا ينجح الموضوع معانا. لكن احنا الخجل وواصي مكسوفه ومش هقدر اقول له انا بحب دون النهارده. في زوجات ما يعني بتكون مثلا يعني زوج جاي تعبان او مش في دماغه، وهي محتاجه ما بتديلوش حق ان هي عايزه، ده مش عيب، ده مش عيب ان هي تقول له انا، او مش عيب ان هي تقول له انا في وضع معين، يعني هي محتاجه له. طب ما ادي له اشاره، ايوه قولي له صراحه، ايوه تهيئة، اللي يضر تهيئه، ما احنا قلنا ايه تهيئه، التهيئه البيتيه او التهيئه الشخصيه لما هو يكون راجع بعد يوم عناء، راجع بالليل شايف بقى حد قدامه متزين له، شايف كده الدنيا بينسى الدنيا المشاكل دي كلها، ويبدا يتحول كراجل في البيت كآدم بقى في البيت، هي عايز يمارس حياته الطبيعيه الجنسيه، ما حول طيب موجوده في البيت. الحياه الطبيعيه الجنسيه بتحول المود بتاعه، بتخرجه من المود اللي هو فيه لمود تاني، طبعا بالنسبه ده زي ما حضرتك بتقول، يعني طول النهار هو في مشاكل، عايز يرجع البيت حد يلاقي
بيخرجوا، فدي أيوة. اول حاجه عايز او الاقي افضل فصل حاجه من بره وجوه. طيب فصل، الفصل ده هو لما يجي لما يعني نسألكم حرص لكم والسكن اللي النبي اتكلم عليه الله يعني وخلقنا لكم من وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليه. السكن ده ايه؟ السكن ده ايه؟ السكينة. الطبيعي احنا بنسكن فين؟ بنسكن في بيوت. صح. ربنا شبه الزوجه دي ببيت انت بتسكن جواه. الله فتسكن جواه بكل جوارحك. صحيح. بكل جوارحك. الراحة. بكل جوارحك وهي وكذلك هي. بس. طيب. الرجل. مشاكل الرجل ضعف انتصاب، سرعة قذف، تسرب وريدي، وده مرض. علشان يوصل للدرجة من الاستمتاع لنفسه ولزوجته. ضعف الانتصاب لا يؤدي إلى القدرة الجنسية أو ضعف القدرة يعني ضعف القدرة الجنسية. عندنا مشكلة تانية غير موضوع الانتصاب. آه. بنقابلها أو بدأنا الفترة الأخيرة نقابلها. معلش أنا يمكن قطعت سؤالك. لا يا فندم. بس أصل مش سين وجيم يا دكتور، ده حوار ما بيني وما بين حضرتك. بالظبط. بنحاول نوصله للسادة المشاهدين يعني. احنا كنا بنتمنى يعني طبعا احد زميلات حضرتك الطبيبات يعني كانوا يبقوا موجودين معانا، ده علم. هنعمل ان شاء الله حلقه فيها طبيبات وفيها يا مسهل. احنا مش الفتره الاخيره بدانا نقابل مشكله تانية جديده. هي مش جديده علينا يعني مش جديده علينا كدراسه، بس هي جديده على المجتمع، فبدانا نسال عليها كتير، وهي مشكله صغر حجم العضو الذكري. تمام. اولا المشكله دي ما كانش طبعا احنا قلنا وعرف السبب، لما نعرف ايه الاسباب بيبقى بنسبه 70% الدواء سهل. تمام. بس نوقف على السبب الحقيقي. كويس. فما كانش بقى لها اسباب، فمنين هنعالج؟ خلق من خلق الله. يعني اتخلق كده، اتولد كده. بداوا جماعه الغرب او جماعه اللي هم بيستسهلوا او جماعه اللي بيألفوا يعملوا حاجات موضعيه بس تشتغل على الـ على الـ على الـ على العضو وقت العلاقه. كويس. بس ده بدا يعمل لنا ايه؟ تشوهات في العضو الذكري نفسه، في القضيب نفسه، بدا يعمل لنا ضعف انتصاب نهائي، ولا حله بيبقى حله الوحيد الدعامه الجراحه يعني. خلاص. بدا يعمل لنا مشاكل ملهاش علاج. توصلنا احنا بعد ابحاث وبعد ما عرفنا السبب الحقيقي والاسباب الحقيقيه، من بقى ممارسه على السريه خطا، من لبس البنطلونات الجنس اللي هي الضيقه دي، من العوامل النفسيه، من قلنا مرسى على السريه، من قلنا البعض الحقن اللي كانت بتتاخد عشان التكبير الكلام ده وتكبير العضو الذكري والكلام ده، توصلنا للاسباب دي وقدرنا عن طريق برضو التركيبه احنا عاملينها نعالج الامر ده طبيعي ونعالجه بفضل برضو باقل من شهر، وبرضو بيشتغل موضعي يعني ما بناخدوش عن طريق فم، بنشتغل بس موضعي بس علاج مش مؤقت. علاج. يعني بيحصل تضخيم للعضو قبل اقل من 25 يوم شهر بالكتير قوي. هي. بيحصل بيشوف يعني بفضل الله بالمزوره. بفضل الله بالمزوره يعني انا بيني وبينه المزوره. يعني لا حياء في العلم بالمقاس. ففضل الله وده متجرب على كذا حد ومتجرب على كذا شخصيه ومتجرب طب الاول قبل ما يتجرب موضعي. تمام. مفيش فضل الله مفيش اي تهيج لجلد ولا اي حاجه ولا حساسيه ولا اي ولا اكزيما ولا الكلام ده كله اللي بيحصل في بعض الحاجات اللي بتنزل من الغرب. احنا عاملين حاجه طبيعيه جدا. كويس. بتشتغل بعد رابع خمس مره رابع خمس استعمال بتشتغل، بنحس بدنيا طبيعيه جدا، وبرده ده بيفرق معايا لو حصل عندي برده احنا برده مع الزوجه لو في مشكله في المهبل وقلنا التضييق وكده، فبيحصل فبنهيئ الامر ده، بنحاول نضيق للزوجه ونكبر وندخل للراجل عشان نلم الدنيا دي في المهبل. تمام. يبقى احنا وصلنا لنقطه الطلاق زي ما بيقولوا. فحتى لو في اتساع عند الزوجه وهو الراجل مش ما عندوش صغر الحجم بيحس عنده صغر الحجم مثلا عنده صغر يعني لا يعني انا قصدي نتيجه الاتساع حتى لو هو حس ان هو العضو الذكري كبير مش مهما كان مناسب برضه في مشكله احنا بنعمل طلاق زي ما احنا بتقول وبين المشكلتين ونبدا بحل المشكلتين. كويس. وكانت ايجابياتها عاليه جدا يعني معانا. هايل. ده علاج بيتاخد دائم مثلا ولا هو برضه؟ لا مفيش علاج بيتاخد معانا دائما. احنا مش دائم قصدي يعني انا قصدي احنا بنقول احنا ما بنسكنش احنا بنعالج. هو بيتاخد قبل احنا هو بيتاخد يوميا سواء في علاقه او مفيش علاقه. تمام. قبل النوم بيبقى دهان مع عمليه مع تمرين معين بنعمله على القضيب. كويس. بس عشان اتساع الاورده وعشان تنشيط الدوره الدمويه عشان الكريم يقوم بشغله ويشتغل. تمام. بس بنقول بيشتغل بنقعد تديك مثلا 10 دقائق ونسيبهم بالليل للصبح. تمام. بس
ملوش علاقه خالص وقت العلاقه يعني. لا مش علاقه خالص. لفتره لمده شهر بفضل الله بيحس بيحس بالنتائج بفضل الله قبل 10 ايام بيلاقي بيحس بنجاح يعني التكبير وكده. بعد شهر ان شاء الله نتيجه مرضيه جدا، نتيجه طبيه، نتيجه طبيعيه، نتيجه ناجحه، نتيجه ان شاء الله مرضيه زي ما قلنا. تمام. طيب احنا كده اتكلمنا على صغر الحجم. حضرتك ان شاء الله في منتج خاص دهان، احنا قلنا امين كريم ومسجل وزاره الصحه. تمام. وطبي وطبيعي برضه، مفيش حاجه بنشتغلها فيها اي ماده كيميكال طبيعيه. وانا اتحدى اي حد يطلع لي ماده كيميكال في شغل حضرتك. من الناس المعروف يعني فضل. الدكتور محمد بكري يعني من الاسماء اللي موجوده في عالم العلاج بالطب البديل او طب الاعشاب او التكميلي او الشمولي، سموه زي ما بتسموه، لكن هو احد المتميزين في المجال ده. هو يجوب العالم دائما، سفره كتير، بيسافر لدول شرق اسيا ان هي بتعتمد على العلاج بالاعشاب. حتى كمان اما اتنقل من دول شرق اسيا، اما سالته على اوروبا فانا كنت فاكر ان اوروبا، قال لي لا ده اوروبا دلوقتي بنسبه يعني تقريبا تقترب الى 100% بيعتمدوا على العلاجات الطبيعيه خوفا من الاثار الجانبيه. عشان كده هو بيحاول ينقل كل الثقافه، كل العلم اللي درسه بره. هو بيمتلك العلم الطبي وعلم الاعشاب الاثنين مع بعض علشان يحل كثير من الاشكاليات. ده كان اكثر همومه هي مشاكل الضعف الجنسي وعدم الرغبه عند الرجال، عدم الرغبه عند السيدات، الحاجات دي بتسبب مشاكل في بيوتنا. فكان اولوياته انه يبدا يعالج فيها، وان شاء الله بفضل الله نسب النجاح هايله في الوطن العربي ككل. والمنتجات قدام حضراتكم، تقدروا تحصلوا على المنتجات الخاصه بالسعاده الزوجيه او كما مسمى الحلقه عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. اتكلمنا على جزئيه التضخيم، حاجتين بقى، الرغبه عند الرجال بتحصل نوع من انواع الرغبه، انا ما بحسش، ما بعد سن الخمسين بتبدا الرغبه تقل طبيعي في العلم عند حضراتكم، صح؟ دي الثقافه اللي احنا عارفينها يعني، او المعلومه اللي احنا عارفينها. طيب بعد سن الخمسين بيحصل نوع من انواع قله الرغبه، ايه اللي حضرتك عملته علشان تقدر تزود الرغبه في منتج العسل؟ هل حضرتك اعتمدت على الهرمونات فقط لا غير، ان انت تحسن الهرمونات الخاصه بالذكوره، ولا اعتمدت على ايه في الاساس؟ احنا اولا عندنا قاعده لازم نعرفها، ان بعد سن ال 45 او في بعض الرجال لازم يحصل عندي مشاكل في البروستاتا، بس ومنها تضخم البروستاتا. كويس. فاحنا كان شغلنا كله، شغلنا الشاغل كله على البروستاتا. طب تضخم البروستاتا كلمه جميله جدا احنا نسمعها، بس طب ما انا ممكن تكون عندي تضخم البروستاتا وانا مش انا عارف ايه المؤشرات بتاعتها او مش اسبابها يعني العلامات. طيب ازاي تعرف كل الاشخاص ما فوق 45 ان انت عندك الحق البروستاتا بتاعتك؟ بتبان عندنا اولا هي ليها سونار او ليها اشعه معينه، لكن هي بتبان عندنا من اعراض معينه، من اعراض في البول، مشاكل في البول، تقطع في البول اثناء التبول. يعني اي تقطع في البول اثناء التبول اعرف ان انا عندي مشاكل في البروستاتا. يعني كذا سبب لو اتجمعوا مع بعض. تمام. هنقول ده اربع اسباب لو اتجمعوا مع بعض. تمام. معنى عندهم مشكله في البروستاتا. قلنا تقطع في البول، قلنا عدم استكمال البول، يعني بعد ما بتحس ان انت فرغت بتفضل حاجه ثانيه، وتقوم تحس ان انت لا في نقطتين لسه محتاجين ينزلوا. التبول بالليل كتير. تمام. ده بقى ليه اكتر من سبب بقى يعني، ده اكتر من عرض. ماشي. منهم المشكله البروستاتا، منهم مريض السكر، منهم الاملاح، منهم صمت في البول. تمام. بس احيانا بيحصل مع بعض الاشخاص انه بيتزنق ما بيلحقش نفسه. دي بتبقى وسط مرحله تضخم عاليه. كويس. انه ما بيلحقش نفسه، يعني لو ما لحقش بسرعه ممكن ايه يحصل ان هو مثلا يبدا ينقط او كده. تمام. بس فاحنا تضخم البروستاتا ده بيؤدي لمشاكل في كل العمل. مشاكل الجهاز البولي. طيب الجهاز الذكوري، حته ان انا مش بوصل للرغبه، الرغبه بتقل، حضرتك الهرمونات، ايه الهرمونات اللي انت احنا اشتغلنا لما جينا اشتغلنا على العسل، والعسل هو قدامنا، لما جينا اشتغلنا عليه وقلنا ان العسل، وقلنا ان هو شغله كله على عقم، شغله على انتصاب، شغله على ضعف. لما جينا عملنا فكره جديده قلنا ان كان كذا كومنت على الصوره دي، فالصوره دي انا كنت حاططها احياء وباكد بيها ان احنا ما بيفرقش معانا سن في العلاج.
تفرقش هي معانا سن الصورة، بإذن الله. لو هي الصورة واضحة بس للسادة المشاهدين، حضرتك الإيد نفسها، إيد السيدة، أنت تعمدت يعني إن أنت تظهر إن هي سيدة عشان حاطة الحاجات السيدات المانيكير زي ما بيقولوا. بالظبط، وبرضه في تجاعيد في إيديها، في وفي تجاعيد في إيد تجاعيد، الرجل، في لأن ده تجاعيد. اللي يدل أن ده حق أنا حبيت أعمله. بعيدًا بقى عن الشكل والمنظر، أنا حبيت أدي أأكد إن إحنا اشتغلنا على أكتر من سن، من سن أكتر من مرحلة عمرية. يعني بالنسبة أكتر من للراجل مرحلة عمرية، والسيدة. أه. تمام. على أكتر من مرحلة عمرية. كويس. ففضل إحنا مش عاملينه، مش عاملين التركيبه بالصدفه اللي هي تصدف مع اي شاب وبتاع، ولو عنده مشكله هتتحل بسيطه. لا، احنا عاملينها حلين بيها مشاكل صعبه، تمام. مشاكل في العقم صعبه. الله يكرمك. فده دي الله بس يكرمك. لفته صغيره كده. احنا قلنا المشاكل البروستاتا هي المشكله، هي المشاكل المتعلقه بالضعف الجنسي، تمام. هي المسببه في سعره القذف، في الانتصاب، في سرطان الوريدي. فقدرنا بفضل الله نتوصل لحاجه شامله بنقدمها مع العسل، وساعات بتخرج لوحدها على حسب الشخص اللي عايزها. كبسوله، انا بسميها كبسوله شامله، ومسميها ويمكن من اول حاجه سميتها باسمي. هي بتشغل اكتر من حاجه، او بتعالج جزئيه السفليه عندي كلها، سواء بقى ضعف نصاب، سواء مشكله في سرعه قذف، سواء مكسر وريدي، سواء مشكله في البروستاتا. لما لي الدنيا دي كلها بتهيأ لي، بتعمل لي ابديت بالبلدي، ابديت للجهاز البولي كله. الله يكرمك يا دكتور. بس بفضل احنا بننزلها مع العسل او بننزلها لوحدها. دي برضو حاجه، دي علبه 30 كبسوله بننزلها، بتاخد يوميا سواء في جماعه او ما فيش. دي بتعمل لي عمليه اون ابديت، عمليه حيويه كده للجهاز الذكوري. طيب يعني لكن هي مش زي الفيجا، مش منشطات خالص. لا، هي ملهاش مش دخل، منشطه ابدا، ملهاش ملهاش علاقه دخليه، بالمنشط. عشان احنا عارفين ان الحاجات دي بتتاخد قبل العلاقه. لا، هي بتاخد قبل العلاقه، بس برضو هي بتتاخد يوميا سواء في علاقه او يوميا. ما فيش. تمام تمام يوميا لمده شهر بفضل الله. بفضل بيبدا الله. يحس بالتحسن. بيحس ان هو يبدا يجامل من غير حاجه. طيب يبدا ايه الهرمونات اللي عند الراجل حضرتك بتزودها علشان يحصل له الرغبه؟ احنا قلنا بنشتغل على هرمون التسترون، بنشتغل على هرمون الغده النخاميه، بنشتغل على هرمون البرولاكتين. احنا بنشتغل عليهم قلنا في حاجات بانزيمه، تقلل هرمونات. او في حاجات تزود هرمونات. اللي بتقلل الهرمونات دي اللي هي الهرمونات الانثويه ممكن تبقى موجوده في الرجل لو في الهرمون السيده. احنا من قلنا من اسباب ضعف الانتصاب، من ضمن ضعف الانتصاب ضعف هرمون الذكوره. فاحنا تمام. بنبدا نشتغل عليه بالكبسوله دي، وبرده بتركيبه العسل بنشتغل عليه. هايل. وانس هرمون الذكوره عالي عندي، بظبط لي عمليه خلاص تزيد حياته المنويه، خلاص بظبط الانتصاب. خلاص صح. برده اللي هو بيبقى يا راجل مكتمل بقى، جزئيه الجهاز اللي هو اللي عنده مكتمله، وفي اي مشكله في الموضوع ده. يعني حضرتك بنبقى وصلنا بفضل الله للرضا التام ان شاء بالظبط. الله. يعني حضرتك عايز توصل لنا ان احنا حلينا مشاكل السيده وحلينا احنا على قد ما مشاكل بنقدر الرجل. بنحاول ندعبس على المشاكل اللي موجوده في الجهاز البولي تمام. بس او الجهاز الذكوري ونعالجها. بس ما بنحاول ما نسيبش حاجه للاحتمالات. بس عشان اي مشكله استضيفنا يبقى احنا فضلنا حط لنا الحل بتاعها. طيب. قبل ما المشكله تظهر. حل مشكله الراجل حضرتك احنا كنا دايما بنتكلم في سرعه قذف، ما بلحقش يحصل نوع من انواع الاستمتاع والضعف الجنسي او ضعف القوه الانتصاب. حضرتك المشكله الثانيه اللي احنا التصغير، صغر الحجم. ضفت فعلا صغر الحجم. ممكن الواحد زي ما بقول لحضرتك هو حجم الطبيعي بس هو ما عندوش الرضا، فلو استعمل ده بيزيد الحجم اكتر. ده طبيعي. دول شمال افريقيا، احنا معظم الحاجات اللي جات لنا دول شمال افريقيا. كويس. معظم الفيميلز هناك او السيدات الميبل عندهم واسع جدا. كويس. فيمكن دي من الاسباب او الصدف اللي جرتنا ان احنا نعمل حاجه للموضوع ده، الحالات اللي جات لنا. تمام. من جنوب افريقيا بالذات. وبعض الدول طبيعي يعني ولدت بالشكل ده. هم كده، هم طبيعتهم. وبعض الله. وبعض جنوب. مناطق السودان. جات لنا حالات عندهم مشكله المهبل دي طبيعيه خالص، يعني هم اتساع المهبل طبيعي سواء في حامل او مش حامل او الكلام ده. كويس. فدي يمكن من ضمن الاسباب اللي جرتنا او اللي خلتنا ان احنا نعمل ركز. حاجه زي كده. تمام. وبدانا نشتغل، يعني فرق كبير جدا جدا ما بين المراه المصريه وما بين الناس دول. يعني مهما انا قابلت من مشاكل عند واحد ست مصريه، عمري ما مش تيجي واحده على مليون من مشكله واحده من اللي هناك. بس فعشان كده انا بقول ان ده، وانا مغمض عيني بقول ان ده هينجح مع اي ست مصريه عندها مشكله في المهبل. سبحان الله. لان احنا بفضل الله حلينا مشاكل اكبر من كده. ما اعتقدش ان انا هقابلها ولا قابلتها عند اي واحده مصريه. ربنا يكرمك يا دكتور. طيب ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب ممكن يكون عامل نفسي، يعني انا مش مهيأ وبالرغم من كده بأدي الحاجه.
احنا قلنا ليه اكتر من سبب منهم الجزئيه النفسيه، لكن احنا قلنا لو في مشاكل في البروستاتا، لو في مشاكل في هرمون الذكوره، الذكوره اقل من هرمون الانوثه، هرمون الانوثه عالي كويس. بس لو قلنا في مشكله مثلا في الدوره الدمويه، نشاط الدوره الدمويه تمام. لو قلنا في مشكله في التدخين تمام. قلنا في مشكله في ممارسات خطا قبل الجواز، لو عاده سريه مثلا، او قلنا مشاهده افلام الاباحيه فبيحصل عندك احتقان في البروستاتا، عدم تفريغ الشهوه الجنسيه او الطاقه الجنسيه بيعمل عندي احتقان فبيعمل عندي مشاكل في الانتصاب. كويس. ليه اكتر من سبب، بس احنا الحمد لله ما سيبناش عرض معين. طيب. ما وقفناش عليه وعرفنا سببه وحطنا له الدواء بتاعه، سواء في الكبسوله او في العسل او في اي حاجه بنقدمها. نسبه كبيره جدا عندها ما يسمى بسرعه القذف. حضرتك في حلقاتنا قلت بيقذف اثناء المداعبه، يعني حالات كتير جدا، يعني حتى قبل ما يبدا العمليه الجنسيه بيحصل قذف، فخلاص فقد شهوته، نزل القذف خلاص فقد شهوته، اصيب بصدمه نفسيه عصبيه عاليه جدا، اثر على تسبب في المشكلتين، بتسبب في حاله نفسيه عند الطرفين تمام، فبالتالي بيفشل العمليه الجنسيه، بالتالي بيفشل اتمام القذف، اتمام الحمل، بيلجأوا ان ياخد مخدرات يعني او مخدرات. مخدرات بقى لكذا حاجه، مخدرات بقى للنسيان، مخدرات لان هو ينسى المود اللي هو فيه، مخدرات عشان بيفتكر ان هو هيبدا ينجح في الموضوع دون. لكن المخدرات تعالج، مش تعالج، هي بتضحك على الشخص اللي بياخدها وقت في حاله واحده بس، في حاله المشكله عنده مشكله في الانتصاب بس. لكن المخدرات هتعمل ايه عند مشكله في البروستاتا؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه عند مشكله في صغر الحجم؟ هتعمل ايه يعني؟ مشاكل كتير جدا ممكن تصاب بيها الجهاز البولي، والشخص اللي بيتعالج ده مش عارف. احسنت. مش عارف السبب. احسنت يا دكتور. بس. طيب يبقى انا عندي سرعه القذف دي، ايه اللي حضرتك عملته علشان نقدر بفضل الله تبقى انت العمليه كلها متكامله؟ عملنا بفضل الله. بعد ما كانت انا وقت المداعبه، لا انا حاسس ان بفضل الله الدنيا بتزيد معايا. لا الحمد لله احنا من ساعه ما عملنا العسل، التركيبه اللي هي حطيناها على العسل دي، بفضل الله اللي بدانا نتابع الحالات، لا المشاكل بقت يعني قدرنا نجمح كتير من المشاكل، قدرنا نلم الدنيا كتير جدا عند بعض الناس اللي كان بيقعد 3 4 دقايق بيقول بقعد 10، بقعد 10 بيقعد ربع ساعه. كويس. الناس اللي يعني لقينا استحسان كتير جدا. ده شجعنا ان احنا ندعم بالكبسولات اللي احنا عملناها دي. الكبسوله دي انا كان ممكن نسميها كبسوله الطاقه، كبسوله السعاده، كبسوله يعني، لان هي ليها كذا حاجه، ليها كبسوله متكامله. بتشتغل عليه، قلنا ضعف الانتصاب، قلنا سرعه القذف، قلنا سرعه وريدي، قلنا مشكله في البروستاتا، قلنا بتدي باور طاقه عاليه. بعض الناس بيقول لي انا باخدها يعني، خد صدفه كده، خد منها الصبح مثلا قبل ما ينزل الشغل وبعد الفطر وكده، قال لي ادتني باور طول النهار. هايل. الحمد لله احنا حاطين فيها اربع مواد، منهم ماده بفضل الله بتدي باور طول النهار، بتدي حاجه، بتدي طاقه كويسه جدا، شبيهه جدا بالادويه اللي بتنزل مستورده من بره، الادويه اللي هي اللي بتاعت العظم وبتاعت اللي بتنزل مستورده من بره، فاحنا الحمد لله عملنا يعني حاجه طبيعيه. يعني هو بينشط الجسم ككل. بفضل الله. مش انت بس، جنسي او مش عمليتك جنسيتك فقط، لا غير. بتدي باور. تمام. والذاكره كمان، ده الذاكره دي فيها اشكاليه. خد بالك اي حاجه طبيعيه بتدي منشط جنسي هتشتغل عضوي حلو جدا، هتشتغل على الذاكره حلوه، هتشتغل على الباور حلوه، هتشتغل على الحركه كويس، طالما هي نجحت طبيعيه في انها تشتغل على الجهاز الذكوري. تمام. الجهاز الذكوري والمراه او الزوجه الاثنين، الرجل اما بتجي له الرغبه الجنسيه ممكن السيده ما تبقاش مستعده، صح؟ حضرتك بتحذر من كده علشان بتقول ما يحدث، ما اللي هو ايه، ما يسمى بالاحتقان اللي هو بيسبب البروستاتا، اللي هو انت مشكلتك البروستاتا بتحاول تحلها. هي مشكلتي او الشغل الشاغل بتاعي في العمليه الجنسيه، مشكله الضعف الجنسي البروستاتا. حليت مشاكلها اتحلت. عشان كده احنا بنقول ان الراجل المصري هو كده كده المفترض ان هو بيتمتع بالحنكه كويس، صحيح، بيتمتع بالذكاء، المفترض بالظبط. فانت ما ينفعش تكون انت بتهيئ نفسك عقلي وموضوعي وانت مش قادر تنجح انك تهيئ الشخص اللي قدامك حتى عقلي اللي هو نفسي بس، فبها وكفى بقى، انت مش قادر تهيئه فخلاص ما تهيئش نفسك انت، عشان لو حصل تصادم وما تمش لقاء هيحصل عندك انت مشاكل نفسيه ومشاكل عضويه. سواء بقى مشاكل قلنا في البروستاتا، في الاحتقان، في الانتصاب نفسه، في ضعف الانتصاب، في الارتخاء أي وقت الجماع، دي مشاكل بتبدا في الاول معايا نفسي لما الاقي صد او الاقي رفض من الشخصيه اللي قدامي. دكتور
ايه المشكله اللي حسيت ان هي كانت كبيره وفضل الله تم حلها؟ يعني انت شفت حاجه، حاله من الحالات انت حسيت ان هي حاله سن كبير، حاله اي حاله، وانت حسيت ان هي وصلت بفضل الله لمرحله حل او مرحله امان؟ هما مشكلتين في حياتي بفخر ان بفضل الله حلتهم. حلت ربنا يكرمك. مشكله عقم كانت عند شخص حصل طلاق قبل كده في الزوجه الاولى يعني، وبعد كده المشكله كانت عنده هو. مشكله عنده هو. وبعد كده الحمد لله ما اتعرض عليا، طلبت بس نوع تحليل معينين كده، اللي هو تحليل السيمين او تحليل السائل المنوي، شفت فيه الحركه، شفت فيه اللزوجه، شفت فيه العدد، وفضل الله قدرنا في اقل من 45 يوم يكون التحليل التاني طالع كويس جدا. ان شاء الله. وفضل من اقل من سنه كان في حمل، النهارده معايا بفضل الله ثلاثه. الله اكبر. بفضل الله الحمد لله يعني. ثلاثه ما شاء الله. بفضل الله. ان شاء الشخصيه دي الله. موجوده ان شاء الله، نبقى نجيبها في يوم من الايام معانا يعني. هي مش عشان حاجه، بس عشان نقول للساده المشاهدين ما تزعلوش ما تتضايقوش. لا لا بفضل الله. ربنا عز وجل عنده كتير يعني. انا ليه مشاكل كتير، بس من ضمن المشكلتين اللي انا دايما قدامي مشكله الشخص ده، ومشكله تانية اللي هي مشكله كان برضو موضوع البيت، وكان هيبوظ بسبب موضوع ان الزوج بدأ ينحرف بقى عشان موضوع ان زوجته، وموضوع الاستمتاع. المهبل والكلام ده، وموضوع اللي مفيش. كانت ست عندها كذا مشكله، موضوع الفطور وموضوع البرود، منهم موضوع ان المهبل كان عندها برضو في مشاكل اتساع. وما كانش هو عارف يقول فيه ايه. لكن ما احنا انا الحمد قلت لله لحضرتك احنا مش فاهمين هي لما الثقافه. قعدنا مع برضو قعد الدكتور النفسي مع الست دي، وما كانت اتعرضت عليا، بفضل الله قدرنا نعرف الاسباب، نعرف المشاكل والعرض، وبفضل الله قدرنا نعالجها. يمكن دول من الحالتين اللي دايما احطهم قدامي في شغلي يعني. كويس يا وسهل يا رب. طيب حضرتك قلت كلمة كويسة، الحيوان المنوي بيبقى فيه مشاكل. لو سؤال يعني سألته لحضرتك، حلولها ايه؟ يعني حلول عملية تأخر الإنجاب. ما احنا نوقف على المشاكل دي يعني. الحيوان المنوي في مشاكل ايه؟ في مشاكل، هل هو العدد مش مكتمل؟ انا عندي محتاج من 12 ل 16 مليون عشان يحصل عندي تلقيح واغصاب او حمل. كويس. المشكله الثانيه، هل في الزوجه؟ هل في ضعف في الحركه؟ ما هنقف على المشاكل دي وبس، وكل مشكله بفضل الله ليها حل، واحنا الحمد لله عملنا حل يجمع يعني ايه، تركيبه تجمع حل المشاكل دي، لثلاث العدد، مشاكل دي. اللزوجه، السرعه، في التركيبه اللي معانا دي الحيوان المنوي السليم او الصحيح. احنا قلنا عايزين شاب ناجح مكتمل العدد، مكتمل القوه، مكتمل اللزوجه، مكتمل الحركه. عندنا بفضل الله احنا قدرنا نحل المشكله دي بالتركيبه اللي معانا، تركيبه العسل اللي معانا. هو مش عسل زي ما قلنا، هي تركيبه احنا حاطينها على عسل، خلطه كده احنا حاطينها على العسل. بفضل الله نتيجه هايله جدا، مستحسنه جدا لكذا حاجه، مستصاغه، نتيجه هايله جدا حتى على طبيعي. على العمليه الجنسيه. كويس. اسمح لي، يعني حضرتك المكونات بتاعتها جينسينج، غذاء ملكات، حبه البركه، عشبة البارود، السيراد، عشبة السيراد، بروبليس، طلح النخل، مسميات طبعا كتيرة في المكونات دي. ايه الدور بتاعها يعني دورها ايه؟ لو انا حبيت اقول للسادة المشاهدين، يعني مش بقول لحضرتك، احنا هناخد حاجة او اتنين. لو قلنا مثلا الجينسنج، معروف الجينسنج جدا في الباور اللي بيديه للجسم، معروف جدا شغل الحياة المنوية. بس الجينسنج يعتبر زي المحار، محار السمك اللي هو اللي بيشتغل شغله بالظبط يعني. بس احنا بقى ايه، جبناه استخلصناه طبيعي كويس. بس في حاجه ثانيه، احنا مش حاجة يعني غذاء الملكات دول، زي الملكات ده في منه المستورد، في منه البلدي، صح، اللي بيشتغل بيه عارف جرام سعره اللي بالبلدي معدي كام. احنا عارفين التكلفه بتاعتها ايه يعني. بس حضرتك انا عارف يعني ان انت بتساهم بشكل كبير في حل المشكلات يعني. بفضل الله. لكن الغذاء حسناتك الحمد لله، لكن الغذاء معروف شغله. احنا ما بنشتغلش بالمستورد خالص، بنشتغل بالبلدي المصري اللي هو مستخلص عندنا من النحله. بنشتغل بالعسل كمان، الاطفال الاولى ما بنجيبش اي نوع عسل. العسل ده للي بيعي كلمه عسل، العسل ده مش عسل نحل، ده عسل جبلي يعني، الملح الموجود في جبل. واللي بيف اوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا. الجبال اول حاجه قال لك الجبال، فهي الاقوى بالظبط. بس بيقدر اللي عنده الدرايه في فتره كام ان شاء الله نقدر نحل مشكله تاخر الانجاب؟ احنا قلنا بفضل الله التحليل بيبان معانا من اول 25 يوم. تمام. شهر بالكثير. التحليل بيفرق معانا جدا. الانجاب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا بعالج الاسباب، بعالج كل الاسباب. انا ما بسيبش مشكله في السائل المنوي ما بحلهاش. ما بسيبش مشكله لزوجه، ما بسيبش مشكله عدد، ما بسيبش مشكله حركه. بس انا بعالج بفضل الله كل الاسباب دي. جزاك الله خير. بفضل الله عز وجل. دكتور محمد البكري، شاكر تواجد حضرتك معانا. ان شاء الله من الاحسن للاحسن،
ومن الحل ان شاء الله او حل جميع المشاكل في الخاصه بالعلاقه الزوجيه. شكرا لك يا دكتور محمد بكر، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، نقدر نحصل على منتجات الدكتور محمد البكري عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. خلي بالكم، بيوتنا هتكون سعيده بعلاقه الرجل بزوجته. بلاش تبعد، بلاش تهرب، بلاش تروح بره، بلاش الحرام. ناخد بالنا ان في حاجه مهمه جدا، في رب، ربنا مطلع علينا. روح لزوجتك، قول لها، اتكلم معاها، خليك صاحب المبادرة. مش هتخسر، هتكسب ان شاء الله. النجاح، نجاح العلاقة الزوجية بيعتمد على الرجل والمرأة الاتنين. اتكلمنا كتير في الحلقة ازاي نوصل للعلاقة الجنسية او العلاقة التي تؤدي الى السعادة ما بين الرجل والمرأة. حل دكتور محمد بكري حللنا المشاكل الكتير. كل اللي احنا عايزين نقوله نقرب من زوجته. الزوجة البعيدة عن زوجها تقرب من الزوج، تقعد تتكلم معاه، وان شاء الله نوصل لحلول. كل سنة وحضراتكم ان شاء الله دايما بألف خير. نلتقي بكم مجددا. كلام في الطب، تحياتي محمد الدالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.